أهلا بيكو. في ناس كتير بتاخد المارشميلو كنوع من أنواع الحاجات اللي بتسبب تخفيف للكحة أو علاج التهابات الحلق. ناس كتير برضو بتستغرب من ده وبتعتقد إنه كلام مش حقيقي وملوش علاقة بالعلم، بس الحقيقة إن ده مش بعيد عن العلم خالص. ففعلا في حاجة اسمها عشبة المارشميلو بتحمل فوائد طبية عديدة جدا، لا سيما في علاج الأمراض المرتبطة بالجهاز التنفسي واضطرابات المعدة أيضا. عشبة المارشميلو أو زي ما بنسميه في مصر والمنطقة العربية الختمية اتعرفت من آلاف السنين، وكان الفراعنة أول ناس استخدموها لعلاج كثير من الأمراض وقدموها بطرق مختلفة، حتى إن بعض التقارير أشارت إلى أنها كانت تقدم خصيصا للملوك والآلهة، بل وإن القدماء المصريين أول من استمتعوا بمذاقه اللزج، وده من حوالي قبل 2000 سنة قبل الميلاد. فضلت النبتة دي موجودة بين المصريين القدماء، ويمكن النهاردة ما نقدرش نفرق خالص بين طعم المارشميلو اللي كان بياكله المصريين القدماء والحلوى بتاعتنا دلوقتي، لكن العلماء بيقولوا انه من المرجح انه كان بيضاف الى الخليط المستخلص من النبتة بعض العسل والمكسرات علشان يبقى طعمها افضل بكتير واحلى. يمكن الوصفة دي الهمت الفرنسيين تحديدا علشان يحولوا نبات الختمية اللي كان بيعمل منها المصريين القدماء الدواء لحلوى شهيرة في أواخر القرن ال19، واستبدل وقتها صانعوا الحلوى الفرنسيين المادة اللزجة اللي كانت نازلة من نبات الختمية وقتها بالجيلاتين علشان يعملوا مارشميلو زي القدماء المصريين بالظبط، ولكن الاختلاف إنها بمادة بديلة. لغاية النهاردة النبتة أو جذور المارشميلو موجودة في أماكن كتيرة في العالم، عشان كده أبرزت وكالة الأدوية الأوروبية في أحد منشوراتها أهم الاستخدامات الطبية لجذور المارشميلو. هي الحصول على الفوائد الطبية لجذور المارشميلو عادة بتتم من خلال عملية التكسير إلى قطع صغيرة يتم نقلها للحصول على شراب سائل. استخدام جذور المارشميلو أو الختمية كدواء لعلاج مشكلات الحلق أو السعال أو الجفاف يعتبر يعني من الحاجات المناسبة جدا لمختلف الأعمار، ده وفقا للوكالة الأوروبية للدواء، فيمكن استخدامه لعلاج تهيج الفم أو الحلق والسعال الجاف أيضا، كما يمكن استخدامه لتخفيف الانزعاج الخفيف في المعدة والأمعاء أيضا. اعتبرت أيضا الوكالة أن استخدام جذور المارشميلو كدواء لعلاج مشكلات الحلق والسعال الجاف مناسب لمختلف الأعمار، بدءا من الأطفال فوق سن 3 سنوات وحتى المراهقين والبالغين. أيضا في دراسة طبية انتشرت سنة 2019 بتقول أن فوائد جذور المارشميلو في علاج مشكلات الحلق بتعود إلى قدرتها على بناء طبقة واقية ومخاطية في الفم والحلق، بتحمي من التهيج والتورم. لكن وإن كان نبات الختمية اسمه نبات المارشميلو، لكن ضروري إن احنا نفرق بينه وبين حلوى المارشميلو التجارية المكونة من مية وسكر وجيلاتين، وبين نبات المارشميلو الأساسي أو النبتة الختمية المستخدمة في العلاجات الدوائية. يعني حقيقة الطب البديل رغم ان في ناس كتير بتهاجمه او مش بتحبه مش بتثق فيه كفاية، لكن لازم ما ننساش انه كان في الاصل يعني الطب من زمان كان بيتم استخدام الالاف من السنين للعلاج، وان كان فيه حتى الان وصفات ناجحة زي اليانسون الاعشاب المهدئة للحلق، ويمكن يكون عندك التهاب وتستخدم بابونج او الحاجات اللي بتهدي من وجع الزور، وبرضه نزلات البرد او اللي بيطلقوا عليه اللبان الذكر لتهدئة الام المعدة وغيرها كتير من المواصفات الطبية. دي كانت تغطيتنا وكانت واحدة من التغطيات العلمية اللي بنقدمها ليكم على تلفزيون اليوم السابع ضمن مجموعة واسعة من المواضيع اللي على شاشة تلفزيون اليوم السابع. خليكم دايما معنا على رأس الساعة ومزيد من التغطيات والنشرات الإخبارية. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.